هلا والله. لونك؟ والله الحمد لله. شلونك انت، اخبارك؟ انا بخير الحمد لله. لحظة، هذا شو صوتك بعيد عندي؟ سلاو سلاو باشي، سلاو، لان حاط السماعة. هسه تمام، هسه تمام. زور باشم، انت شوني باشي؟ تو باشي. لا شكلك نسيتي الكردي. الله يسامحه، مسائل. شو اخبارك بعد؟ امور كل شيء تمام؟ وين الغيبه؟ كنت متوندة تقريبا اسبوع. صوتك بعيد ولا شنو؟ الو؟ إيه؟ الو الو، تمام تمام. بس قبل شوي كان احسن، تدري؟ والله شكل الهيدفون هذا مو اصلي، عجبه. لا والله اصلي. لا مو اصلي، متاكده؟ ما الايفون نفسه لو اي سامسونج؟ ايفون نفسه. شوف انا عندي عداوه ويا سامسونج الا الهيدفون، بس انا متضامن مع السامسونج بس الهيدفون، ولا الباقي كله ما احب صراحه. الايفون ترى عمار، انا ابد ما بالسامسونج. دقيقه اسال يعني عندي حبايب، انتم تسمعونها ولا لا؟ ترى صوته بعيد ولا بس عمار هسه فتحت. طيب بس تمام تمام، يمشي مشي الامور. يا هلا والله، نورتي والله. كم لحظه لحظه، الصوت راح المره يمي راح. لحظه بس، صوتي يجي بس انا ما اسمع، اصبري. دقيقه دقيقه يا ابا، دقيقه دقيقه عيني. هسه تمام، جيب هذا وجيب هذا. هسه تمام. ايه يعجبك؟ ايش اخبارك؟ ايش قصارك مختفي يابا؟ ما نشوفك. لا شوف، انا تبنى لك لا اسبوع وبعد خمسة ايام. اسبوع شنو؟ باند. اوف، عندك باند؟ ما عندك حساب ثاني؟ كنت افتح فيه بس مو صوته بعيد. نسمعه واضح؟ لا لا واضح واضح، هسه شوي احسن يا اخوان، احسن احسن شويه. صوت صدى يمكن يا اخي، تحملوا صدى ما صدى عادي، مشوه يعني، راح يطلع قزقزتين مشيها مشوها. انتوا همينا صايرين دقيقين كلش، صح يدققون وايد. يلا جولة جولة من أحكام تكبيساتكم الحلوة، ما نخسر ما نخسر. يابا يا عمار، شنو مو من أحكام؟ شو تري أحكام؟ شنو بحيلكم التيك توك تغير؟ لا لا مو أحكام، يعني شيء أحكام بسيطة، ما عليك. أنا دائما أقول أحكام بالأخير أسامح، سبحان الله. وأنا نفس الشيء تصدق والله. يقول لك ما نفذت حكم شباح. شنو أعطاك حكم شباح؟ شباح أعطاني أنفذ. شنو حذفك؟ لا لا صدق. ليش ما نفذت له الحكم؟ يريدني اسوي رسالة. شنو شان حكمه؟ شنو الحكم كان؟ وارفع الكرسي. في بنية تسوي هالأحكام؟ شنو الحكم؟ ما سمعت. غسالة غسالة. اوه لا شباح، شنو غسالة؟ شنو هاي؟ منقود يمكن، دي شاقة مو جدا. أنا أعرف شباح قلبه طيب ما يحكم، بس راح أسأله. تخيل عمار، أنا ضيفته تقريبا من 3 سنوات. 3 سنوات ويشيل الفولو عني تشي ببساطة على مود الحكم. عمود الحكم لا ما يجوز بصراحة.
شباح إذا طلعت وياه اليوم راح أسأل أقول ليش. بس أنا ما أعتقد شباحي شي، أنت متأكدة يعني كان يحكي صدق ولا بس يجامل؟ والله والله ما أدري. لحظة شوي، وين شباح؟ شباح فاتح بث نجيبه؟ والله جيبوا شباح يا ربع، تكبيساتكم الحلوة. شوف وينه وينه وينه. أوف أوف إيه بالله، شايل الفولو. لا شباح شايل الفولو عني. نجيب شباح أجيبه؟ حبايب شباح وين؟ خلي أجيبه، الدنيا ما تسوي تصالحه والله العظيم. بعدين شنو الأحكام؟ رجعت تتذكر. إيه إيه عمار بصالحنا. لا بصالحك، وشبح قلبه طيب أنا أعرف، ومستحيل يعني، بس هو يمكن يشاقه، شقة ماله ثقيل شوية، سوء التفاهم بالضبط. شفت يا شاكر، حياة ما تستاهل. شاكر منه الفول عشان حكم. صح طبعا، كله صوت شاكر. أنا أقول لك يعني شاكر هو اللي كان المفروض هو يتدخل الموضوع، مو بصراحة يعني، صح ولا لا؟ كله منك يا شاكر. لك صار صوت شاكر. ولكم هذا قال. المشكلة شاكر ما كان موجود. والله يجوز كان يتابع من 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 حساب ثاني. أكاونت فيك. شاكر اعترف، شاكر اعترف. وين موجود حاليا عمار؟ موجود بالبث. منو موجود؟ أنا موجود في دبي. والله ايه والله حلو. احنا مصرنا فترة يعني اختفينا وجينا والشغالات حتى انت ما تفتح لايفات. ايه والله مو عندي اغاني شتا جهزها و حضر شغلات حلوة. تحس التيك توك تغير؟ هو اكيد يعني تحس احيانا مو مثل قبل، لانه في كثير ناس يعني مشغولة، واكو ناس ما تفتح بث بثوث. وتذكرين لما صار المقاطعة همينة أثر على البرنامج، لكن بوجود الناس الطيبة التيك توك يعني. المهم احنا مرات نفتح لايف ونشوف متابعينا ونغير جو ونستمتع ونجحفلنا همين. طبعا هذا جحفل مش شاكر أكيد يعني، أكيد شاكر. لا مو شاكر. لا والله مو شاكر. لعد مين؟ ميلان حيك سعدينك بصراحة. هاي جحفلة وهاي يسمى غدر، يعني أنا ما أقبل الغدر. أقولش خليني نجيب شباح. لحظة وين شباح؟ يلا. لا هاي شينا والله أنا عبالي طلعت من الجولة. دقيقة وين شباح موجود؟ أنا مسوي لي انفولو. يعني موجود. بس طالع جولة، خلينا نجيب يمان. فيصل يمان وين فيصل؟ فيصل يغني ترى صوته.